مراسل الغد أحمد البديري. أحمد، ماذا عن آخر التطورات لديك؟ قبل قليل استطاع جنود الاحتلال إخلاء ساحة باب العمود بالكامل من أولئك الذين كانوا يحاولون منع هذه مسيرة الإعلام. عدد من النشطاء الفلسطينيين بالفعل تم اعتقال عدد منهم. كان هنالك ضرب أيضا لعدد من النسوة اللواتي جلسنا هنا في ساحة باب العمود. بعد دقائق من الآن سوف يصل بداية هذه المسيرة الكبيرة التي من المفترض أن يشارك فيها عشرات الآلاف من المستوطنين فيما يسمى بمسيرة الإعلام. أهالي مدينة القدس يشعرون بالخوف لأن معظم أولئك هم من غلاة المتشددين المعروفين بتكسير زجاج منازلهم، بالاعتداء على الممتلكات، بل حتى بضرب المقدسيين. جنود الاحتلال عموما كانوا قد نشروا أيضا بمقابل ذلك الألاف من جنود الشرطة، الخيالة، القوات الخاصة، بل وحتى المستعربين في مدينة القدس. كل شوارع مدينة القدس الآن المؤدية إلى البلدة القديمة تم إغلاقها بالكامل. معنا أسامة برهم الناشط المقدسي. أسامة، لعلك يعني من الوحيدين الذي استطعت أن تبقى في هذا المكان لما ترى هذا المشهد، باب العمود لا يوجد هنالك أحد إلا من جنود الاحتلال، بعض المستوطنين بدايتهم، وحدد من السياح الأجانب في المكان لا فلسطينيين. ما شعورك؟ نعم، قبل شعوري هي الرسالة. إذا سألتني ما هي الرسالة، هي الرسالة كل عام 51 عام هي الرسالة توجه للمقدسيين. أنا كمقدسي أنظر إليها بإيجابية، هي رسالة فحواها أن المقدسي وحده اليوم في الحرب. يا وحدنا، إحنا لحالنا اليوم موجودين في هذا الصراع العربي الإسرائيلي. المقدس الإسرائيلي بات اليوم، نحن وحدنا هنا. نعم الشعور حزين جدا، لكن ما يشفي غليلنا بعض الإخوة اللي أصروا على وجودهم وتم قمعهم وإبعادهم بالقوة وتم اعتقال بعضهم ولا زالوا موجودين هنا في باب العمود. فالمقدسي لن يستسلم رغم كل هذه المسيرات العقيمة. شرطة الاحتلال يعني تأخذ هذه المسيرة محمل الجد. كان هنالك أيضا مجموعة من الاعتقالات، منع الفلسطينيين من الوجود هنا، من المرور حتى من الباب الرئيسي من البلدة القديمة. هل هنالك محاولة لإنهاء أي وجود فلسطيني في مدينة القدس تحديدا، وأنه بعد ساعتين من الآن سوف يكون هنالك الاحتفال بما يسمى بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟ يا رجل، اختيار هذا التوقيت وليس عبثيا وليس عشوائيا، اختيار فتح السفارة مع هذا الوجع وهذا الجرح في مدينة القدس. اليوم تم الإبعاد كي يظن غلاة المستوطنين القادمين من أقصى دولة الاحتلال ومن الجنوب أن القدس باتت خالية من أهلها. لا زال المقدسين موجودين هون، قد تصل الرسالة من باب العمود، لكنهم سيرون أطفال وأهل مدينة القدس في أحياء البلدة القديمة في الداخل. شكرا لك أسامة برهم. المشاهد الآن التي نراها هي لبداية وصول أولئك ما يسمى بغلاة المستوطنين، معظمهم من مستوطنات مثل إتمار وإتصار وكريات أربع، ولكن أيضا من شبيبة حزب الليكود وشبيبة حزب فيكتور ليبرمان ألا وهو إسرائيل بيتنا. وبالتالي هنالك محاولة عند العديد من أولئك لكي يكون هنالك رفع للإعلام الإسرائيلية في كل محاور والساحات العامة هنا في مدينة القدس، سواء خارج البلدة القديمة حيث نقف أو داخل البلدة القديمة. أيضا علمنا من مصادرنا، وهذا أيضا أمر يعني لا يقل أهمية، وهو أن 1450 من المستوطنين الذين اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى في مشهد كان بالنسبة لدائرة الأوقاف الإسلامية مشهدا خطيرا، ولكنه أيضا يؤكد مطالبة الأوقاف الإسلامية بأن يكون هنالك تدخل دولي لإنهاء هذه الانتهاكات بحق الأماكن المقدسة كما جاء في بيان الأوقاف الإسلامية. على صعيد آخر، اليوم كان هنالك رفع للإعلام الفلسطينية في داخل ساحات المسجد الأقصى. اليوم كان هنالك أيضا مجموعة من المستوطنين الذين قاموا بصلوات تلمودية بشكل مستفز قبالة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، ناهيك عن الاعتداء على عدد من المرابطين الذين حاولوا التصدي لهم، ولكن جنود الاحتلال منعوا كل المرابطين حتى من الاقتراب من أولئك المستوطنين وغلاتهم. وكان هنالك محاولة من جنود الاحتلال لاعتقال عدد من المرابطين، بمعنى بأنه كان هنالك محاولة من الفلسطينيين لمنع مثل هذه الانتهاكات، ولكن لم يستطيعوا في نهاية المطاف. الآن بدأنا نسمع عن وصول المزيد من أولئك المستوطنين إلى هنا إلى ساحة باب العمود، ومنها يقتحمون إلى داخل البلدة القديمة إلى ساحة المغاربة. بالتأكيد يعني فعالية اليوم مستمرة وتغطيتنا أيضا مستمرة، وسنعود الاتصال بك مجددا أو لقاء معك مجددا. أحمد البديري، مراسل الغد بالقدس المحتلة، شكرا.